بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيواصل القمر عبوره برج القوس، هيتجه لبرج الجدي. ممكن يكون القوس النهاردة استكشافي، هنكون مصممين اكتر اننا نحسم ونواجه نحو هدفنا الوحيد النهاردة. هنسعى اننا ننظم نفسنا وبنيتنا وحياتنا. الشمس النهاردة بتشكل نموذج ثلاثي بيشجعنا علشان نتبع نهج شامل نحل من خلاله كل المشكلات. ممكن يكون في فرصة علشان نتعلم وننمو ونتحسن اكتر بشكل اساسي من خلال العفوية وتأكيد الذات والشجاعة. مع تقليل القلق النهاردة هو ده هيكون صوابنا الصحيح والخطأ. هنكون منفتحين علشان نتعلم اكتر وننمو اكتر. مش هيعترض غرورنا الطريق، هيساعدنا علشان نحرز تقدم كبير وحقيقي. لحسن الحظ هنكون بنخلي كل احترامنا في المكان الصحيح. ممكن تظهر فرصة علشان تعثر على احساس رائع في الهدف والمهمة اللي احنا عايزينها. كل ده هيزيد من ثقتنا بشكل واضح. هنتقدم في اليوم ده وهنتجه نحو معارضة مبكرة في اليوم ده. العبور يعتبر شوية في توتر، هنواجه مناطق في حياتنا لازم نتمسك فيها بحاجة تبعد مننا خوفنا من فقدانها. هيكون في مواجهات، في احداث هتثير مشاعرنا ومخاوفنا بشكل كبير. من الممكن اننا نقوم باستكشافات تعتبر غير مريحة في اليوم ده. هنساعد بعضنا على اننا نكتشف نهاية المطاف اللي قدامنا. هنبذل جهدنا علشان نحصل على اجابات كتيرة. لازم نراقب السلوك المتلاعب اللي ممكن ينشأ من عدم الامان والخوف.